السلام عليكم أخوة المشاهدين والمشاهدات، اليوم حلقة جديدة مع الشاعر الكبير حيدر الوردي. شلونك؟ الله يسلمك يا حبيبي. عفوا للتصحيح، الشاعر أبو الورد حيدر أبو الورد الساعدي. المخرج شنو كاتب للوردي؟ يلا عادي آسف. يلا ماكس قال أخذ أنت عادي. سمعنا قصيدة. يقول الصدفة تلعب دور للبيهم حنين، الصدفة تلعب دور للبيهم حنين، ولمسة جفوف العشق تحلالهم، تمشوا وبه داي ما شافون جاي، حطوا ايد بايد وان قبالهم. ما اريد ان كلمة لسان الخفيف اختلت الكلمات فوق لسانهم. الله يلا شعر. ما تنرفز، انت اقراها براحتك مسترخي يعني. يلا يلا قلت لك لسالة الجمهور يعني. يلا. الصدفة تلعب دور للبيهم حنين، ولمسة جفوف العشق تحلالهم، تمشوا بهداي ما شافون جاي، حطوا ايد بايد وان قبالهم. ما اريد ان تلمة لسان الخفيف اختلت الكلمات فوق لسانهم. العشرة مال الليل تخلص على السريع، وباكر الدمعات هم تبرالهم. الله واكبر، الله على راسك. اكبر على راسك. فيلم الرسالة احنا هسه خافوان وصلنا مشكلة. الله اكبر. احنا قاعدين نقرا شعر. طبعا شوف بالمناسبة مو بس انت. قد يكون مو يعني مو اختصاصك يعني اعلام وكذا. بالمناسبة انت يعني اعطيك خطوة صغيرة تفيدك يعني وراي جزء تضيف شاعر تضيف رسام كذا مثلا يعني. ولو انا ما اريد اقول عن نفس شعر وانما ضيف هسه اي واحد تضيفه تحكي ورقي وكذا وشوية تفش العضلات هاي مالتك التارسن اوبر ذول مال فخر فخر الاوبر. ها حبيبي شنو الحوار هذا؟ يلا حبيبي سمعني قصيدة من قصائدك الحلوة. ما اريد ان كلمة لسان الخفيف اختلت الكلمات فوق لسانهم. الشجرة خضرة تصير بس وقت الربيع. الله 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 عضلاتك على ال... الله على الاحساس. استمر استمر استمروا. الشجرة خضرة تصير بس وقت الربيع، طيحت الورقات ما حس بالهم، بلبل الفتان هم صاير غشيم يطير في هذا بشر لا يمشي ويل تماسيح. وعضلاتك بلبل الفتان هم صاير غشيم، على العشق غدار ما قلالهم، حسبوا الحسبات ما حسبوها زين، حسبوا الحسبات ما حسبوها زين، اختلفت الحسبات ويحسباتهم. حسباتهم استعجلوا يا صاح من حطوا قرار قرار استعجلوا يا صاح من حطوا قرار قرار. نسيتني القصيدة يا أخي، ما أدري تشين من قصيدتك والله العظيم ما أدري. حق الجمهور علي أنا أعتذر. آسف وأعتذر. أنت شاعر كبير يعني. أنا سألت 3 دقائق دخلت وياي يمكن 8 مرات. الله وش اسمه وتوالت إنك هذول حداد يعني لحم جملون مش مسوي البار. فخر هذول الحدادين يعني. هذا من عرق جبينهم. أنا الكناس على رأسي، منظف على رأسي مو الحداد. أنا مو هنا غايتي، غايتي أنت ما أعرف شبيك يعني. أيك تسترخي وياي مثل يعني. تفضل مقدم برنامج يعني ما نازل حلبة. تفضل شاعرنا الكبير تفضل. أقول لك واحد مثل آسف آسف. أحكي على نفس الطريقة. مو داخل لك آسف يلا كمل كمل. آسفك شو أسوي آسف إنك تخيل نحكي حتى يعني شوي قدام الجمهور. كمل كمل. كملت القصيدة تفضل كمل شدك إجا. أسئلة ثانية كملت. من شاعرك المفضل؟ عدد مو واحد. ها؟ عدد مو واحد. من هو؟ الله يرحمك يا إسماعيل القاطع. الله يرحمه. أموتك. نسمع من عنده. ما احفظ ان اقول يعني شعراء قصدك القاطع لو ترجع اي واحد من الشعراء انت اللي تحبهم. ابي حسين الحلف الله يرحمه. الله يرحمه. خلينا نسمعه. ما حافظ لهم. اخر قصيده كتبتها؟ اخر قصيده كتبتها من عفت العنب مو عالي لا مالوح لوح. من شفت العنب من عفت العنب مو عالي لا مالوح مالوح. بس شفت العنب ياهل يجي لوحه لوحه. وبطلت الملح ما طش فوق الزاد زاد، لان حتى الملح يراد لملوحه ملوحه. ترس حيل القلب من عندك ومجروح جروح.
جرس حيل القلب من عندكم مجروح روح هاك اخذ القلب وتلمس جروحه جروحه هم شايف سجين بسجن ظل مرتاح الله السجين مو مرتاح اي كمل هم شايف سجين بسجن ظل مرتاح مو مرتاح وهم شايف يتيم ببيته مرزوحه جروحة. مثل حال التصوب بالجروح هواي هواي ظل يمشي وسحق فوقه جروحه الله تنخيت ايش كثر من كانوا الصحبان شوف الصحبان كل من ملتهب روحه خشب مرات ما يرتاح للبسمار ولا البسمار هم يرتاح للوحه بك الدم الحدايق من حضنها الشوك شوك شفت حتى الورد ظل ياكل بروحه بروحه شو اسمك التولد؟ شعرك كله ملوحة شو اسمك؟ لوحة فروحة انت شو اسمك؟ دوحة شو اسمك؟ هاي قصيدة عمو شو اسمك انت يا معود؟ قصيدة؟ انت مو ما انت جايبك واحد كبير؟ لا جاي واحدك انا الكبير اي بعضلاتك غير؟ انا الكبير عقلك فصمه اريد منك قصيدة على وزنه شنو وزنه؟ على الوزن معلمينك عليها انت شنو وزنه؟ انا شنو وزن انت مثلا؟ راح اغني لك قصيده تدعي على الوزن ها راح اغني لك على الوزن شنو الوزن هو يعني شلون نفس الوزن مال اوحى من اي مباراه ترى هذا السؤال انت غير اعلامين يا اخي والله خبر انا راح احكي عن المرجوحه بالفيس ما ينزل الفضيحه مو انا راح احكي عن المرجوحه ودي لا بالعالم قاعد رمضان ها باوع راح اعطيك قصيده بعد ما ضربك بعد احتياك ثاني بس باوع راح نعطيك قصيده وتقيمني ما بيها شيء انت مو شاعر تقرا قصيده وقيمها؟ ايه يلا انا ما قيم قصيده يا شاعر اول شيء خلينا نعرف يلا من شاعرها من هو؟ اه انا شاعر اليك يلا تفضل يا ريت والله يلا ما سامعك لا روحة وانا العنب روحة ادي لا بالهوى روحة انا صاحبتي على مرجوحة الله وقعت وشلتها وصارت لوحة مجروحة شفت من الوجع مال قصيدتك شلونها؟ الله صفق لي موفق ان شاء الله طبعاً بارك الله بك اخي تحت من ضمن الاعلاميين طبعا المستشعرين عفوا بارك شاء الله بك تفضل شلونك هلا هسه اريد منك قصيده مال مجروحه قلت لك اياها اريد قصيده مال تتخلص علي اريد ولد انا ما فتحت شمبر اريد قصيده مال ما اقول اشعر الشعراء ولا اقول انا كذا نجم ولا اسم بس انا مشغل عندك بفتح تمبر انا مشتغل انت قاعد وين برنامج ما تعني لي شوف هاي ست ما تعنينا على ايش قاعد وين قاعد لا تخيل ترى قلاص هذا هسه يلا يعني كل عقلك تريد تذب علي مو اكسر براسك فين من يكسر براسك الله وكيلك ذب علي صدقني ما حد ما يقدر افلش براسك ما حد ما يدبر هواي شفت انا ماقف مترقي انا اسف اسف شكرا هالحوار صار هيك وتعرف احنا راح نقطعها شنو بوحة الرسالة بيها؟ بوحة؟ يمدوحة دول صفر القصيدة أسأل قريتها أنت إيش بيها؟ دوحة وبوحة وموحة إيش بيها؟ شنو الرسالة اللي بيها؟ والله ما أنت وسمعتها والله والله خبصتني لعنتي وصلتني أنا كل من جاي لا أنت المفروض بو علي حبيب قلبي أنا أعطيك شغلة واحدة أنا اسمك شوي ساعة عذرني يعني ما أعرف أنت تأثر أنا تأثرت بوحة إي بوحة أنت هسه تقول لي انت سمعتها والله وطلعت عضلاتك والعالم والناس مع احترامي انت غير تقيم تعرفت انا ما قيمها انت شنو شغلك قاعد احنا خلنا انت اعداد معاد قيم قصيده انت خارج اختصاصك تدخل اختصاصك الضبط وبعد تقيم قصيده احنا نريد نستغل وجودك محتمله قصيده وسمعنا قصيده هسه بعد قصيده شبيك اول طيحت القصيده كسع قصيده انا احب القصيده زيد حوارك ما كملت انت لحد ما جايب حوار بيحط عندي قصيدة لعبة كان نسمع قصيدة بعدين نحاور على الضوء القصيدة قالت لك أول قصيدة أي قصيدة الطيني ياخذ بطسيتك أول قصيدة رجعت أول قصيدة الثانية موجودة ثالثة لا رجاء رجاء شو وراء شنو عندك يعني قصيدة أريد أنا مو ذاك اللي شنت يمك قريب تف صار بعيد ما لوح القمر انت وسط حشاير ويحة حلال بيك حل في الليل كون اشبع قهر وعلم نصباي ظلت روحي بيك حضر النجمات لعيونك مهر مو لعيونك انت مكيفت وجهك ورد وهاي شبيك صايرون حضر النجمات لعيونك مهر العشق يا فلان مو حظ ونصيب
حبك من بعيد مكتوب بالقدر، أنا صح بعيد بس كلش قريب، وقلبه حيل اليوم ناوع للسفر. صح لسانك. الله أكبر. حداك لا تتنشب الشعر أنت. أصلاً قرأت أنا هاي القصيدة مال بداياتي. أنا ما أسمح. والله وبالله وتلاه. ما أعتبرها قصيدة. صدقني ما أسمح لك. بس شفت المقابل. أنا بوا. الجمهور طبعاً. قلت بحقك شيء سؤال. ثقة بمحمد قرأت قصيدة ما أعتبرها يعني. ما أسمح لك تحكي وياي هيك. من تكون أنت من تكون يعني أنت. أنا وياك مقدم. انت شنو اول مره تجي على روحك مو علي مقدم شنو انت على عاد علاش قاعد انت مقتنع نفسك مقدم انت ما اسمح لك انت علاش قاعد انت مقتنع نفسك مقدم بس عليك تسترخي اسرع اقف اقف مو رخصتك مو حلبي انا مو مقدم لك ايش بس مو حلبي استرخي احسب راح سؤال مو رخصتك تفضل سؤال اي نسى السؤال ما اشوف على صوتك ما اشوف ما اسمح لك من صدر شنو وقفت على راسي شنو نسيت يعني طب محمد اقلب مرحبا لا ستوب مرحبا 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 انا اسد اسد بس تفضل هنا انا قاعد تجلس اطلع يلا اطلع يلا تفضل استاذ اطلع برا اطلع برا غيث يلا وخر اطلع برا مو مارد على السياره ذي اطلع برا والله انا طلع كنا صدقنا ولا انت ولا 10 يلا لا تغلط هايا حقك علي تفضل استريح لا تغلط ما اسمح لك يلا غيث وخر من انت اطلع برا يلا يلا غيث روح انا اريد اقدم لك بو عليه جيب له وي تعال بسرعه جيب له ما اشتغل عندك ارو كلاس هذا ما اشتغل عندك لا تقول لك غيث اطلع برا يلا اطلع برا يعني شنو شنو اجيب لك ما انا اشتغل عندك بلا زحمه خلي السحلون اللي انا السحلون لا هو البرنامج انا اشتغل من اللي يسحلني اكبر واحد ما يسحلني البرنامج ماتي اني المقدمه مال البرنامج هو لان تاخرت شوي هذا الجاب هذا ما يجاوب يلا غيث شنو اسحلك يلا يلا قوم اسحلني غيث يلا غيث يلا يلا نطلع برا شوف شلون السحل يصير يلا ثلاث ثواني تفضل استريح غيث اطلع برا غيث اطلع ست انا عوف البرنامج واطلع لان نخاف غيث ينغث يعني شويه ما له خلقه ما تنطون فرصه للشباب يا مرحبا مشاهدين قناة زاكروس الفضائية رجعنا لكم بحلقة جديدة من حلقاتنا اليوم موضوع حلقتنا يتكلم عن المحتويات الغير هادفة والهابطة اللي بالمجتمع مثل ما لاحظت بالآونة الأخيرة كثير انتشرت هاي الحالات الموجودة بمواقع التواصل الاجتماعي حنتكلم عن هذا الموضوع أكثر ويا أستاذ الشاعر حيدر أبو الورد مرحبا مرحبا بكم نورتنا مرحبا نور إن شاء الله مثل ما شفت قبل شوية الموقف اللي صار وياك نعم. يتكلم همين على الموضوع اللي أنا بديت به الحلقة المحتويات الغير هادفة والهابطة بالمجتمع كان أكو هنا شخص دا يحاورك نعم. ما كان عنده ثقافة ما كان عنده أسلوب ما كان عنده طريقة حوار صحيحة بالتقديم مو صح هذا الكلام صفر طيب أستاذ حيدر ولو أقاطعك عذرنا على المقاطعة شخص كان هنا دا يتكلم وياك غيث نعم. هو كان دا يجسد هاي الشخصية فمن خلال هذا المقلب والموقف اللي سويناه وياك حبينا نوصل هاي الفكره للعالم. انا اشكركم واعتذر يعني خاف من الجمهور الاخوه الاداره من جنابس والاخ العزيز اللي شوي صار بينه وبينه نوع لا عادي ماكو مشكله لكن انا هني على هاي الطاقه وشكرا جزيلا لكم والا بالذات انه يقدم هاي الرساله بخصوص المحتوى الهابط ومشكور أنا الداخليه بدها تكافح هذا الشيء والاخوه المختصين تحيات حبيبي استاذ ايه دريتها والله العظيم حبيبي عذرني تاجرات لا حبيبي طيب استاذ حيدر ان شاء الله اعتذر استاذ حيدر تقبل نعرض الحلقه لو عندك مانع بالموضوع لا لا تعرضونها وانا الممنون لان ما دام بها رساله والاخ الله الاخ اعد الاخ هنا عندنا ما شاء الله يعني يستاهل صاحب المحتوى اللي ناقد كان المحتويات نعم اكيد كل الشكر لهم بالتاكيد على هذا القرار هسه نعرض لا تعرض حبيبي بارك الله فيك حبيبي فان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله خير ان شاء الله تقدم الاحسن شكرا لك تسلم شكرا لكم مشاهدين قناة زاكروس الفضائية لمشاهدة حلقة هذا اليوم ولكن منتهين انتظرونا بحلقات أخرى ومقالب أخرى ورسائل أخرى